السلام عليكم. درسنا النهارده اسمه الحجوم. اول حاجه محتاجين نعرفها هي المجسم. يعني ايه مجسم؟ المجسم هو كل ما يشغل حيز من الفراغ، اي حاجه تقدر تمسكها في ايدك وتشيلها تحطها من مكان لمكان تاني، ده كده اسمه مجسم. يعني كتاب، القلم، الموبايل، كل الحاجات دي انا اقدر امسكها في ايدي، هحطها على الترابيزه، هحطها على المكتب، هحطها في الشنطه، كل دي مجسمات. طيب المجسمات عندي نوعين. اول نوع مجسمات لها شكل هندسي، ومجسمات ملهاش شكل هندسي، ليس لها شكل هندسي. الحاجة اللي ليها شكل هندسي زي ايه؟ زي المكعب، زي متوازي المستطيلات، الهرم، الاسطوانة، الكورة، كل دي ليها شكل هندسي. طيب اللي ملهاش، زي مثلا العربية، الطيارة، الطوب والحجارة اللي بنلاقيهم في الشارع، القواقع اللي بنلاقيها في البحر، كل دي مجسمات ليس لها شكل هندسي. طيب اللي علينا في المنهج السنة دي متوازي المستطيلات والمكعب. الشكل ده اسمه متوازي مستطيلات، من شكله كده باين كل وجه على شكل مستطيل. يعني ده كده مستطيل، وده برضو مستطيل، كل اوجهه على شكل مستطيل. لكن المكعب شبهه شوية. الفرق بينه وبين المتوازي المستطيلات ان المتوازي المستطيلات على شكل مستطيل زي ما اتفقنا، لكن المكعب على شكل مربع، ده مربع وده مربع وده مربع، كل اوجهه على شكل مربع. يبقى تاني، متوازي المستطيلات جميع اوجهه على شكل مستطيل، لكن المكعب جميع اوجهه على شكل مربع. متوازي المستطيلات اوجهه ليه كم وجه؟ ده بالنسبه لي ده كده وجه، ادي كده 2، واللي من فوق ده كده 3، واللي من تحت 4، وورا 5، والناحيه التانيه 6. يبقى ليه 6 اوجه، ليه كم وجه؟ 6 اوجه. المكعب نفس الكلام، 6 اوجه، ادي ده كده 1، ادي 2، ادي 3، من تحت 4، والناحيه من الناحيه دي هنا 5، وفي الظهر 6. يبقى المتوازي المستطيلات والمكعب هما الاثنين ليهم 6 اوجه. طيب كام راس؟ لما يجي يقول لي اكمل ما ياتي، متوازي المستطيلات له نقط من الرؤوس. لو سألني على الأوجه هقول له 6 أوجه. طب الرؤوس كام رأس؟ أنا عندي ده كده بالنسبة لي الحتة دي كده، دي كده اسمها رأس، ومن هنا دي كده رأس، ودي رأس، ودي كده رأس، ودي كده رأس. أدي فوق أدي 1 2 3 4، ومن تحت أدي كده 5 6 7، والتامن متداري في الظهر ورا، يبقى كده كلهم 8 رؤوس. المربع نفس الكلام، ادي 1 2 3 4، 4 من فوق و 4 من تحت، يبقى كلهم 8. يبقى 6 اوجه و 8 رؤوس. طيب ليه كام حرف؟ هو ايه الحرف ده يا ميس؟ الحرف هو الخط الاسود ده، شايفين الخطوط السوداء اللي انا عاملاها دي كده؟ دي كده احرف، ده كده اسمه حرف، وده حرف، وده كده حرف. ادي كده 3 4 5 6 7، وفي واحد من ورا، ده كده 8 9 10 12 11 12. ال 11 وال 12 دول كده متداريين في الظهر من ورا، يبقى دول كده ليهم 6 اوجه 8 رؤوس 12 حرف. 6 اوجه 8 رؤوس 12 حرف. المكعب نفس الكلام، 6 اوجه 8 رؤوس 12 حرف. طيب في متوازي المستطيلات قلنا ان انا عندي اوجهها على شكل مستطيل، كل وجهين قصاد بعض دول متساويين في المساحه، ومتوازيين متساويين في المساحه. لكن المربع، المكعب اوجهه على شكل مربع، والمربع اضلاعه كلها متساويه. طالما اضلاعه كلها متساويه، يبقى انا عندي دلوقتي اضلاعه كلها متساويه، يبقى انا عندي كل اوجهه هتكون متطابقه. يعني ايه متطابقه؟ يعني ليهم نفس الطول، نفس المحيط، نفس المساحه. يبقى المكعب اوجهه على شكل مربعات متطابقه. طيب نرجع تاني لبقيه درسنا نكمل. انا عندي دلوقتي اتفقنا الدرس بتاعي اسمه الحجوم. طيب يعني ايه حجم؟ الحجم هو مقدار الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ. احنا اتفقنا ان المجسم هو كل ما يشغل حيز من الفراغ. الحيز بقى نفسه قد ايه؟ هو ده كده الحجم بتاعي، هو ده كده الحجم. الحجم ليه 4 وحدات مهمين جدا لازم نعرفهم. اول وحده عندي المتر المكعب، ديسي متر مكعب، سنتيمتر مكعب، وملي متر مكعب. تعرفهم؟ المتر المكعب هو حجم مكعب طول حرفه 1 متر. طيب ديسي المكعب هو حجم مكعب طول حرفه 1 ديسي متر. طيب السنتيمتر المكعب هو حجم مكعب طول حرفه 1 سنتيمتر. والملي متر المكعب هو حجم مكعب طول حرفه 1 ملي متر. وناخد بالنا عشان احيانا كتير جدا يجيب لي المسائل بالاختصار.